بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذه البلاد العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما زالت ولله الحمد تسير على المنهج السليم في عهودها الثلاثة: العهد الأول، العهد الثاني، والعهد الثالث، بداية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي تسير على خط واحد وعلى وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم، فمكن الله لها و قوى عزها وتمكنها ولله الحمد، فصارت ولله الحمد مضرب المثل في الأمن والاستقرار والراحة ورخاء المعيشة وما فتح الله لها من كنوز الأرض وبارك لها في الثمار والأموال مما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله ببركة تحكيم هذه الشريعة الإسلامية عقيدة وشريعة والسير على منهاجها، لأن الله تكفل لمن حكم هذه الشريعة بتوفر الأمن والإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه البلاد ولله الحمد ببركة تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة العدل بين العباد لها المكانة المرموقة في العالم كله ولله الحمد، وهي مضرب المثل. تموج الفتن من حولنا والاضطرابات، وهذه البلاد ولله الحمد في أمان واستقرار وفي راحة وطمأنينة. كل هذا تحقيق لما وعد الله به في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تحكيم الشريعة هو الذي يقيم العدل بين الناس، ليس هناك نظام ولا قوانين تعادل هذه الشريعة الإلهية، فهي تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا شيء يعرفه العدو والصديق
ويعرفه القاصي والداني، ويشهد به كل من زار هذه البلاد وعاش فيها مدة طويلة أو قصيرة، يشهد بذلك. وهذا تحت ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وأنزل عليه هذه الشريعة العادلة المستقيمة، فمن أقامها أقام الله أمره ويسر أمره، ومن عدل عنها خاب وخسر وهلك. وهذا واقع مشاهد لا ندعيه لأنفسنا، وإنما هو الواقع المشاهد. وحكام هذه البلاد ولله الحمد ما زالوا يسيرون على هذا المنهج السليم، نسأل الله أن يثبتهم وأن يمدهم بنصره وتوفيقه، وأن يكفيهم شر أعدائهم وحاسديهم والمتربصين بهم. تنفيذ الحدود الشرعية يكفل لهذه الأمة وهذه الرعية وهذه البلاد، يكفل لها توفر أمنها واستقرارها. فهذه الحدود التي شرعها الله لحفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، هذه الضرورات الخمس، هذا الدين يكفلها لمن حكم هذه الشريعة. وهذا هو المطلب الذي يطلبه العالم كله، ولكن كثير من العالم ضل عن هذا الطريق والتمسه بغير مصدره من الأنظمة والقوانين والعادات والتقاليد. وأما هذه الشريعة فإنها ليست من وضع البشر، وإنما هي تنزيل من حكيم حميد يعلم سبحانه ما يصلح للعباد والبلاد. فلذلك حصل لهذه البلاد قديما وحديثا ما حصل ويحصل من هذا الأمن الوارف، وهذه النعمة السابغة، وهذا الاستقرار والتمكين، ولله الحمد. وما ذاك بحولها ولا قوتها، وإنما هو بفضل تحكيم شريعة الله عز وجل الذي جعلها رحمة للعالمين، وأرسل بها رسوله الذي قال الله جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، وليس لطائفة مخصوصة أو لشعب مخصوص، وإنما هو للعالمين. فكل من تمسك بهذه الشريعة وحافظ عليها يحصل على هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة تحفظ هذه الضرورات الخمس، تحفظ الدين ممن يتلاعب به، وتحفظ النفس، تحفظ الدين بإقامة حد الردة على المرتدين، تحفظ النفس وذلك بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، تحفظ العرض بإقامة حد القذف وإقامة حد الزنا على منتهك الأعراض، وتحفظ الأموال بقطع يد السارق وبإقامة حد الحرابة
على المحاربين الذين يخلون بالأمن ويسلبون الأموال ويقتلون النفوس. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما زالت هذه البلاد ولله الحمد تحصل على هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده لمن صدق معه، استقام على دينه، تمسك بشريعته، وحافظ على حدوده. الحدود التي هي رحمة، رحمة بالناس، فهي وإن كانت فيها ألم وعذاب لمن وقعت عليه وطبقت عليه، لكنها رحمة للعالم، رحمة للبلاد والعباد، لحد يقام في الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. وذلك لأن الحدود فيها تطهير للمجتمع وحماية له ووقاية له وردع للمفسدين والمتلاعبين بالأمن، فهذه الحدود رحمة من الله عز وجل الحكيم الحميد. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة الأمن والاستقرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.